حب، وحشتني قوي، وحشتني قوي يا بابا. زي النهارده كنت بتبقى جاي وجايب معاك الورد تخبيه من ماما، فاكر؟ مستنياك يا بابا، متأخرش عليا، كفايه بقى كده، كفايه قوي يا بابا. النهارده 231 يوم ما كنتش عارف اني افضل عايشه بعد كل ده. الشوق اشتكى مني والله يا ابويا، يا ابويا. مساء الخير على كل المشاهدين المصريين في كل مكان، اهلا بحضراتكم لايف جديد. يعني كل واحد بيعبر عن الحب بطريقته، كل واحد بيعبر باسلوبه. يعني النهارده مروه سابت الدنيا كلها، سابت كل الناس، وقررت انها تيجي هنا المقابر تحتفل مع زوجها. كل يوم من يوم ما توفى بتكتب يومياتها هنا على المقابر بتاعته، زي ما حضراتكم شفتوا معانا هنا على المصري اليوم قبل كده. والنهارده في عيد الحب جايه وتحتفل معاه. يعني ربنا يصبرك يا رب. قولي لنا بقى، يعني انت ازاي كنت بتحتفلي بعيد الحب مع وائل؟ كان يدخل من بره دايما، جاي من شغله يدخل جايب معاه ورد. يوم عيد الحب ده يجيب صحبه، الايام العاديه كان بيجيب ورده، يوم عيد الحب ده يعني لازم هو كان يجيب بيجيب لك ورد في الطبيعي في العادي بتاعه، لكن يوم عيد الحب ده لازم يجيب صحبه. وغالبا ما نعملش اكل في البيت، ما يخلينيش اطبخ، يعني يبعت يجيب اكل من بره. كان يدخل من بره زي اللي بيسرق كده، ماما فين؟ اقول له ماما جوه في اوضتها، خدي الورد ده ادخلي خبيه في الاوضه بسرعه كده من وراها، زي الحبيبه اللي بيسرقوا كلمه من بعض. وائل كل يوم معاه كان عيد حب، كل يوم 8 سنين ونص معاه كان عيد حب. انت من شويه كنت بتقولي الرقم الايام من يوم ما توفى، دلوقتي انت لسه حافظه كام يوم؟ 231 يوم. حافظه كام يوم لحد النهارده؟ لحد النهارده لسه بتجيله بتقولي له انت رايحه فين وجايه منين، بتقولي له يومياتك كل يوم. النهارده بستأذنه في اي مكان بروحه او اي حاجه، لان هو عودني اصلا على كده. ازاي بقى هو كان مختلف معاكي، وازاي علاقتكم كانت مختلفه؟ انا ما شفتش علاقه حد تاني، لكن اللي اعرفه ان انا جوزي كان فوق الخيال. كان حلم اي بنت انها تلاقي راجل بعد ما تتجوزه كده، مش قبل الجواز. الراجل بعد الجواز غير قبل الجواز. الراجل بعد الجواز بيبان بقى على حقيقته، بقى اي حاجه مخبيها بتبان. وائل زي ما قلت لك من شويه، وائل حبه غير مشروط. الحب الوحيد اللي غير مشروط في حياه اي بنت هو حب ابوها وامها. اي انسان في الدنيا الحب الغير مشروط في حياته هو حب ابوه وامه، حتى اخواته حبهم ليه مشروط. قد ايه انت افتقدت حنيته او حبه لا 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 لا، افتقدت دي قليله قوي، لان كلمه الحب عليه قليله قوي قوي. افتقدت دي قليله قوي، وحشتني دي ركيكه جدا 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 جنب احساسي بوائل. جيتي النهارده تقولوا له ايه؟ اقول له انه وحشني قوي برغم انها ضعيفه قوي، بس مش لاقيه كلمه تانية. عايز اقول له اتاخر عليا قوي، 231 يوم ليه من غيره؟ ليه؟ من غير ابويا. انا لسه بقول لك ده ابويا مش جوزي. يعني فترة 8 سنين دي مش، او 8 سنين ونص مش فترة طويلة لدرجة قصة الحب اللي ما بينكم، او المشاعر اللي انت بتتكلمي عنها طول الوقت وشايفينك بتعمليها على ارض الواقع. مين قال انها مش كفاية؟ لما يكون راجل زي ده مخلي كل يوم معاكي عيد حب، بيكون راجل زي ده بيتفانى ازاي يسعدك رغم كل ظروفه، رغم مرضه كمان، ومع ذلك برضه بيحاول يسعدك بكل الطرق. ازاي ده ما تشوفيش الساعة معاه عمر كامل؟ ده لو ساعة معاه مش عايزة من الدنيا بعدها، مش عايزة تعيش تاني. بقولك ابويا وائل كان ابويا. اي راجل في الدنيا علاقته بمراته بحبيبته مهما كانت مش هيغفر لها بدون سبب غلطها، لكن انا اللي ممكن يغفر لي بدون سبب، بدون ما اتكلم ولا احكي ولا اقول اصل عملت كده علشان وعلشان، لا، هو يجي يطبطب عليا يقول لي اكيد انا عملت حاجه تخليكي تعملي كده.
يعني كان هو بيعبر لك عن حبه ازاي، او العلاقة دي كانت ما بينكم عاملة شكلها عامل ازاي؟ بصي بصي، نفس وائل في البيت مطمنك، في راجل وجوده في البيت بيرعب اهل بيته، وفي راجل نفسه في البيت يطمنك. وائل كان كده حرفيا، ما كنتش اطمن غير لما يرجع من الشغل كده، انا اطمنت خلاص وارتحت ان هو في البيت. صوت سلسله مفاتيحه على السلم عيد، تكت مفتاحه في البيت عيد، فرحه. انت جايبه دي اللي معاكي النهارده؟ احتفل معاه. احتفل معاه، انا وحشني قوي مش لاقي حاجه اقولها له. عملت له هديته بشكل مختلف السنه دي، كل سنه كنت بجيب له حاجات ليه هو، يعني موبايل، نظاره كده، لكن السنه دي ما كنتش لاقي حاجه اقدر ابعتها له غير اني اعمل له افطار 150 جنيه بس. هو طبعا على قد الظروف معاشه وكده، بس يا دوب على قد افطار 7 افراد لمده اسبوع، يعني 7 افراد هو كل يوم فرد الاسبوع. عملت حاجة يعني على روحه ليه هو؟ اه بس ده، دي كانت هدية عيد ميلاده، دي كانت هدية عيد ميلاده النهارده، هدية عيد ميلاده، سوري، هدية عيد الحب، عيد الحب، عيد ميلاده ان شاء الله باذن الله تكون حاجة اكبر من كده ان شاء الله. هكون يوم كام عيد ميلاد؟ هو يوم 21/3، يوم عيد الام. ناوية تعملي ايه؟ والله انا لغاية دلوقتي برضو مش عارفة انا ممكن اعمل ايه، بس اياميها كنت يعني زمان كان هدية عيد ميلاده كانت بتبقى مختلفة عن هدايا السنة كلها. عيد ميلاده وعيد جوازنا كان لازم تبقى بحاجة مختلفة. فأنا عايزة أروح لأسرة واحدة وأسعدها مبلغ على بعض. الرسائل اللي كانت على الحيطة اللي كنت بتكتبيها يوميات ما بينكم دي راحت اللي مسحها عم رمضان، أنا ما أعرفش ليه مسحها أصلاً، وما شفتوش عم رمضان ده. واحد بره من الكشك اللي بره خالص، ناس محترمين والله، بيقول لي ولد طفل صغير اسمه سعودي، قال لي ده عم رمضان هو اللي مسحهم دهنهم بالبويه. طب عمل كده ليه يا حبيبي؟ قال مش عارف، انا وقفت اتحاسبن فيه والله، وبقيت اقول له حسبي الله ونعم الوكيل في وش طفل، بقول له حسبي الله ونعم الوكيل. لما لقيتيه مسحهم كده حسيت كتبتها بايه؟ تاني، انا جيت مقهوره لما شفتها اتقهرت، كتبتهم من الاول تاني، جه وعملهم بالاسود بقى، يعني رش عليهم اسود علشان يخليني ابطل اكتب. هو فاكر ان الكوها هيقطع ما بيني وبين جوزي، يعني مستكتر اللي انت بتعمليه معاه، مستكتر ان احنا ان انا لسه بحب جوزي لغايه النهارده. كنت طول الوقت لما الناس بتتكلم بتقول دي بتمثل، دي مريضه، شايفه ان هم مستكترين عليكي علاقتك بجوزك يعني اللي ربنا يرحمه. معلش، يقولوا اللي يقولوه، فرقت في ايه؟ والدتهم فرقت في ايه اذا كنت انا وجوزي خلاص رحنا؟ انا الفرق ما بيني وما بينه التراب، انا مستنيه معاه عادي عشان انزل تحت التراب معاه، غير كده خلاص كلامكم من عدم كلامكم ما يفرقش معايا بحاجه، لان كل ده هوا يا جماعه. احنا في ثانيه واحده بننزل تحت التراب، في ثانيه، لا احنا مستنيين كلمه فلان ولا كلمه علان تمنعنا ان احنا ننزل تحت التراب، لا هننزل في ميعادنا. واللي كنت قاعده مهزر معاه وبضحك معاه، وفجاه الدكاتره قالوا لي البقاء لله، مش ممكن، مش ممكن الموضوع ده يستاهل ابدا النتاجر بيه، يعني والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم انا ما خدت مليم من حد، عشان هم قالوا دي عملت ملايين من ورا لقاءاتها التلفزيونيه، والله ما خدت مليم من حد. حسيتي بايه لما قالوا لك البقاء لله؟ لا، هي لحظة جمدت فيها كل حاجة، الأرض وقفت عن الدوران، أو يمكن الوقت وقف، أنا ما أعرفش، بس ما فهمتش يعني إيه الصوت ده؟ إيه الكلام ده؟ مش فاهمة. كانت وحشة أوي، أنا فضلت جامدة في مكاني مش قادرة أستوعب الكلمة اللي اتقالت أصلا، يعني إيه البقاء لله دي؟ قعد ساعات جوه وخدوه، بعد كده نزلوا بيه تحت عناية مركزة ساعتين، وقعد اكتر من ساعتين كمان تحت على اساس ان انا اقدر استوعب اللي انا فيه. كنت بتقولي لي انك حاسه لحد النهارده انه لسه في اسوان وهيرجع. ايوه، انا لسه لغايه دلوقتي مستنياه انه يرجع من اسوان،
لسه لغايه النهارده مستنيه انه يرجع. بقول لك انا في يوم ما كنتش لاقيه موبايلي، رنيت عليه من موبايله، هو رنيت على موبايلي من موبايله ونسيت الموضوع، لقيت موبايلي بقى ونسيت الموضوع كمان شويه، مسكت التليفون وائل اتصل، بقيت اتنطط. وائل غايب خلاص، وائل مش هيتصل. اللحظه دي حسيت ان الدنيا كلها هدت في دماغي، الدنيا كلها تلج، الدنيا كله دخل عظمي في لحظه. مهما قالوا، مهما اللي قال كذب واللي قال بتمثل واللي واللي واللي، كل ده هيفرق ايه؟ هوا، شوية تراب، اخري شوية تراب، كل ده ولا حاجة. قولوا اللي تقولوه، على فكرة والله العظيم انا بكسب منكم مش بخسر، قولوا اللي انتوا عايزينه. اما اخد منكم، لا دي كدابة، لا ده هي اللي مسحت اللي كان مكتوب، لا ده هي عملت ملايين من ورا اللي بتعمله ده، لا ده هي ده. معلش، هو انا من اول يوم لما جيت كنت بكتب لوائل كنت عارفه ان حد هيعرف عنه حاجه؟ انا جيت له قعدت طويله لغايه اما ابتدى حد ياخد باله ويقول ده واحده بتعمل اعمال، وجاب الشيخ يشوفه. الشيخ قال له لا ده مجرد رسائل ما بين واحده وجوزها، واحده بتكتب رسائل لجوزها. كانوا فاكرين ان ده سحر، كانوا فاكرين انه سحر، فجابوه شيخ يفكه. بس تقولي ايه لوائل لو سمعك دلوقتي النهارده بمناسبه عيد الحب؟ اقول له اتاخرت عليا قوي، اول مره يتاخر عليا كده، اول مره يتاخر عليا كده، اتاخرت عليا قوي. فرشتك بارده، بيتك بارد، دنيتي كلها بارده من غيرك. انت ما خدتش العيد معاك يا وائل، انت كنت العيد نفسه، انت كنت العيد نفسه يا حبيبي يا ابويا يا ابويا. يا اهلي، يا اخويا وامي وصاحبي، كفايه بعد بقى، كفايه مستنياك. مشاهدين مصر اليوم في كل مكان، يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا من المقابر، مدام مروه قررت انها تحتفل مع زوجها الراحل هنا من المقابر، قررت انها تسيب العالم كله وتيجي هنا تقضي اليوم معاه، تحتفل بطريقتها الخاصه. ده طبعا غير يعني هديه عيد الحب اللي قررت برضو انها السنه دي تكون مختلفه. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، يعني وعيد حب سعيد. كنت معاكم نجلاء المصري، إلى اللقاء.